اي أيوة والله يا غادة، مثل ما قلت يعني احلى الليالي ليالي الكويت. واليوم انا يمكن غادة في اخر حلقه من هذا السيزون، ودي امانه اشكر الناس اللي ما قصرت معانا ودعمونا، طبعا معالي وزير الاعلام الشيخ سلمان حمود الصباح، وايضا الشكر موصول للسيد وكيل وزاره الاعلام الاستاذ طارق المزر، وايضا باقي الوكلاء المساعدين منهم ايضا الاعلامي الكبير يوسف مصطفى، وكيل المساعد لشؤون التلفزيون الاستاذ يوسف مصطفى، وايضا الاستاذ محمد المصري. أي محمد المصري طبعا بعد. اللي موجودين معانا، واكيد يعني مشرفة العمل الاستاذه كريمه عوض. كريمه عوض ما قصرت، والدكتور هشام سري. هشام ايضا الشكر موصول لجميع طاقم العمل، ايضا سعود الرمح المخرج، وكل شباب ايضا الاعلاميين والمذيعين اللي معانا في ليالي الكويت. الاستاذ اكيد قاسم عبد القادر السنه هذه بدع من خلال ليالي الكويت، وان شاء الله ايضا يبدع في المواسم القادمه، وراح يكون في برنامج غبقه رمضانيه. الله. راح يكون هم برنامج يومي ان شاء الله تستمتعون فيه على شاشة تلفزيون الكويت وقناتنا الأولى بإذن الله تعالى. اليوم بإذن الله تعالى. نقول شنو؟ ختامية. ختام مسك اليوم، وعاد مشاهدينا يعني السموحه منكم، احنا بناخذ راحتنا. اي والله اليوم. اشوف الشابيس على الهواء يصير شيء، ترى خبصه عندنا الليله. ايه فخلكم ويانا. اي والله مجابيس بالليل، وهالمجابيس قدامنا. انا باكر هالمجابيس هذه، بس هم النص مخي الثاني ويا زملائي. الله خلنا ناديهم، يلا يلا. طبعا زملائنا اللي شاركونا طيله ليالي الكويت، الزملاء اللامعين اكيد اللي احيوا هذه الليالي بصوره جميله جدا، واستمتعنا احنا كزملاء لهم معرفتهم صوره اكبر. أيوة ذهب ذهب. ومشاهدتهم صوره يوميه يعني تسعد القلب وتفرحه. فراح نرحب بزملائنا لولو محمد الوسمي ولولو العسلاوي. حياكم الله. الوسمي حياكم الله. حياكم الله، هلا مرحبا. يعني من اول حلقه يمكن في بدايه الموسم حنشوفكم مره ثانيه في هذا الليل. لا ومحمد الحمد لله على السلامه ومع السلامه. الله يسلمك. جاي اليوم واخر يوم ان شاء الله نلتقي بالموسم الجاي ان شاء الله على خير ومحبه، مثل ما قدمنا الموسم الاول بشكل جميل ان شاء الله. عسى الله يقدرنا ونقدم ونخدم شاشة تلفزيون دولة الكويت بكل رقي واحترام وشيء يمثل الشعب الكويتي. اكيد اكيد زميلي واخوي محمد، زملائي العزيزين، اكيد يعني كانت في الفعل تجربه اكثر من رائعه، وانا تشرفت في العمل معاكم جميعا من يعني فريق عمل أكثر من رائع، فريق عمل جبار أقدر أقول، من مخرجين لفريق الإعداد لفريق أنت زملائي وإخواني. أحلى كلام طبعا من لولو العسلاوي فاشينيستة ليالي الكويت. ومعانا اللي سوى ضجة أمس بالوسائل التواصل الاجتماعي كلها. عندنا واحد صج يعني مشاغب. مشاغب بس ما تحس فيه. مشاغب بس مو ويانا، مع ضيوفه. أمس كانت الحلقة صخر، وفعلا مع العنود الحربي كان تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي كثير جدا. اليوم عاد خلينا نشوف منو معاه. عبد الله يحيى، حياك الله عبد الله، وزملائنا طبعا شيمان وسعود ابو شهري. حياكم الله، تفضلوا. حياكم الله يا شباب. اهلا وسهلا، حياك الله. حياك كبيرة لكم زملائي العزيزين. عبد الله يحيى شو تسوي؟ مشكور على الكلام الحلو اللي قلتوه عني قبل. لا مسوي لويا تواصل في لويا ام صارت تواصل شو حسيتوا فيها ولا لا؟ في احد ما حس فيها. اكيد هذا يعني شيء قليل بالنسبه حق مشاهدين تلفزيون الكويت اللي تعودوا على الشفافيه وتعودوا على الاسئله اللي تكون جريئه وتوصل يمكن حق الجمهور. قناتنا صدق انها قناه حكوميه لكن قناه اعلاميه، هي رائده الفضاء العربي مثل ما سماها وكيل التلفزيون اكيد. فاحلى تحيه لكم مشابيس، وراح تاكل شو السالفه. اي والله شهري حياك الله. اي والله الله يسلمك. شكرا. وبالعكس انا كنت سعيده يعني بالتجمع هذا الحلو بيني وبين زملائي، فعلا تجربه اكثر من رائعه، وان شاء الله يا رب نكون بالموسم الجديد يعني نجيب شيء جديد وحلو اكيد. علشان تجمع حلو انا ذابح الطاووس هذا يوم عشان سعود. يسلم والله، ان شاء الله دائما متجمعين على الخير. ما ودنا نسولف وايد، ودنا ناكل. الاكل خلى اخر شيء حقيقة. أنا اسمحوا لي أقدم تحية لكل الزملاء من الإعداد، من الإخراج، اللي حقيقة هم الجنود المخفيين اللي خلف الكواليس اللي قاعد يقدمون صورة جميلة. فتحية لكل الزملاء في ليالي الكويت. أكيد، وإحنا راح نكون إن شاء الله مستمتعين معاكم وأكثر يمكن بعد بهذه الصحبة الجميلة، وأيضا بوجود الزملاء. وراح يكون معنا اليوم ضيوف أعزاء. إيش رأيكم نستعرض الحين ضيوفنا مع بعض؟ في البداية راح تكون طبعا معنا
الهندسة عواطف الغنيم وكيل وزارة الأشغال لأول مرة تظهر على شاشة التلفزيون، راح تكون معي إن شاء الله محمد في هذا اللقاء نتكلم فيه عن عقد مطار الكويت الدولي. إن شاء الله موفقين إن شاء الله. وأنا شيمان عندنا أيضا فقرة راح نقدمها اسمها النكهة الأولى، نقول ثلاث نكهات. أربع ثواني بس هم ثلاث نكهات. أنا طبعا أحب الأكل بس ما أفهم فيه، يمكن أنت تفضل يعني بس ولا واحد نباتي حقك. وانا اكل ما تشوفي مقاطع انا راح اكل عن شيء ما عليك بالعافيه. راح يكون معي طبعا الشيف مطرب المنتصر فارسي. قبل مطرب قبل خلينا نقول ضيوفنا، هذا ضيفنا مطرب المنتصر فارسي. اي حلو. احنا معنا اليوم الشيف جنان العصفور راح تكون معنا، وايضا الشيف اسماء البحر، وايضا راح يكون معنا التمساح فواز العميم، وطبعا ودير هذه النكهات المذيعة اللامعه افتخار العاشر. هذا برنامج على فكره مشاهدينا راح تشوفونه على كويت سبورت اتوقع القناه الثالثه، راح يكون ان شاء الله ايضا برنامج يومي على شاشه القناه الثالثه الرياضيه، وان شاء الله تستمتعون فيه. عاد الاكل يصير عجيب برمضان وطبعا يصير نختمها من غير طرب. انا واخوي سعود بوشهري راح نقدم فقره طربيه، وعندنا ضيف من سلطنه عمان المطرب منتصر الفارسي راح يكون معنا، واكيد وصلات غنائيه جميله. تابعونا مشاهدينا. عندنا بعد لولو فقره راح اقدمها انا مع زميلي محمد الوسمي، راح تكون فيها ضيفتنا المصممه الكويتيه منى الجناعي. تابعونا اليوم راح يكون معاكم كلكم نجوم واسئله شيء جميع اليوم. تواصل اجتماعي يولع بالكويت على الذي صوب يدور بالك عاد. الحين مشاهدينا راح نبدي فعليا حلقتنا، وحياكم الله ليس الساعه 12 راح نبدي مع المطرب العماني اكيد منتصر الفارسي. حياك الله منتصر. حياكم الله معانا من جديد في هذه الدقائق. طبعا معانا زميله وايضا الفنانه صابرين برشيد. مساك الله بالخير صابرين. مساكم بالنور حبيبتي. شاركتينا كم حلقه وانحشتي على الدراما مره ثانيه. ست حلقات كانت ويانا صابرين تقريبا، وبعدها رحتي على الدراما تجهزين حق رمضان. اي والله كنا نجهز ومضغوطين، كان ودي اطلع معكم حلقات اكثر بس انتم مكفين وموفين وما شاء الله البرنامج صيته على كبر الخليج ما شاء الله. حبيبتي وجودك معانا كان اضافه جميله وكان لمسة حلوة أيضا. طبعا تقديمك للبرامج شلون فرق معاك التقديم بعد فترة يعني من اتجهتي تماما التقديم يحتاج تمرس، فأنا ما نسيته لكن ابتعدت عنه شوية. يعني العام أنا عندي كان برنامج بس ابتعدت عنه شوية، خذتني الدراما، خذتني يعني الجو المضغوط يعني في الدراما. لكن إن شاء الله راح تشوفوني إن شاء الله على تلفزيون الكويت هالسنة برمضان بعملين بإذن الله. فما انقطعت وان شاء الله هذا الموسم الجاي على تمثال الكويت الاعمال الرمضانيه. شنو هو الوجه المستعار وعندنا سداسيات عند سداستين معهم، روح روحي واحلام ورديه بالنهايه. حلو بتبدع صابرين ان شاء الله على تمثال الكويت ان شاء الله. ويعني مشاهدينا فعلا احنا اليوم يمكن كلنا تجمعنا قدام الشاشه تشوفونا يوم وترك موجودين مع بعض، لكن اللي خلف الشاشه طبعا فريق كبير جدا، مجهود كبير جدا من كل زملائنا. يمكن حق واجب عبد الله ان احنا نشكرهم ونعطيهم قدرهم، لان هم فعلا يعني من الجنود اللي ان شاء الله مو مجهولين ومعروفين. طبعا على راس هذا الهرم الكبير وهذا الطاقم الكبير معالي الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الاعلام وزير الدوله لشؤون الشباب، والسيد طارق المزرم وكيل وزاره الاعلام، والسيد اكيد يوسف مصطفى الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون. هذيل طبعا الداعم الرئيسي اللي لولاهم ما طلع ابدا ليالي الكويت، أكيد مشرفة البرنامج الأستاذة كريمة عوض والإشراف التقني. طبعا احنا كنا وايد يعني محظوظين بوجود الدكتور هشام سري من أهم الأشخاص اللي طلعونا بهالصورة الجميلة. الصورة الجميلة اللي يشوفونها مجموعة من المعدين المخرجين تذكرينهم كلهم عشان لا راح أذكرهم عشان لا حد يزعل مني. طاقم الإعداد طبعا الأستاذة هنادي الإبراهيم والأستاذ إبراهيم ضعيان، علياء سلامة، سارة المطوع، مريم الملا، فايز الشعلان، حسين القطان، علاء محمود، وخليفة الفيل تشاوي اللي نقوله بعد حمد الله على السلامة. أكيد ما شوف شغل ما
يشوف شر. واكيد طاقم اخراجنا مع المبدع سعود الرمح وزملاء ابراهيم الملا، علياء مندني ونواف الفضلي اللي بدع وياك بدع اكيد وياك. وكل الشكر للزملاء في التواصل الاجتماعي، زميلنا المصور الرائع محمد الكعبي موجود معانا بصوره يوميه، احلى صوره دائما تنزل على الانستغرام. مدير الاستديو براك عبد اللطيف، لازم اتذكر براك. نشوف هذه الكلمه الجميله من معالي وزير الاعلام. يبارك انطلاق برنامج ناجح ليالي الكويت. الهيئة استطاع في انطلاقته أن يعمل نقلة لبرامج المنوعة بشكل مميز، أشكركم عليه. طبعا يعطيك الف عافيه مخرجنا سعود، وشكرا لوجودكم زملائنا. بس انا هم بشكر الشخص، طبعا هو مدير التصوير عندنا بالبرنامج الاستاذ سمير العدواني. يعطيك الف عافيه ابو محمد، دائما موجود معانا ومطلعنا باحلى صوره، عساك على القوه ان شاء الله. شكرا غاده، اكمل عبد الله قبلي هذا كله يعني كنا غاده اكيد اهم اكيد اشكر على اساس من الوردة البيضاء هذه اللي عطاها تعال حبيبي. مشاهدينا ان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا معنا، وكل الشكر لحضراتكم اكيد بسبب تواصلكم معنا وبسبب مشاهدتكم الدائمه قدرنا نوصل لحق هذه المرحله الجميله وهذا المستوى الجميل والتغطيه اللي وصلت ايضا لكل الدول العربيه. اخر شيء عاد بخاطري هالكلمه، ببارك حق ابو عمر ملكت عمر. عاد وتخرج ايضا حسام ولد الاستاذ الكريم. تزوجنا ناس، وايضا انت عبد الله كنت من معاريس ليالي الكويت. الفال حق ناس، الفال حق ناس غاليه. ان شاء الله يا رب الفال لك ولسعود ولابراهيم ان شاء الله. ضيان محمد لازم تقول كلمه، عندك برنامج برمضان بعد ان شاء الله، حلقه رمضانيه معك عشان كذا ما خليتك تتحجر. عزيزه غاليه